وبعد مشاركته في ندوة حول تجديد الخطاب الديني، أكد الكاتب الصحفي مصطفى عبادة في لقاء مع أون لايف من بنغازي أن مواجهة الفكر المتطرف لابد وأن تتضمن شكلا مختلفا في الخطاب الديني. تعلمين ويعلم الجميع أن الحرب على الإرهاب لا تقتصر فقط على الجانب الأمني أو العسكري، لأن الإرهاب يعتمد على نشر فكر معين، وبالتالي لابد أن يقابل مع المواجهة الأمنية والعسكرية بأفكار أيضا تضاد هذا الفكر الذي يشبه الورم الخبيث الذي اجتاح وطننا العربي. مثل هذه المؤتمرات وخصوصا في الدولة الليبية الآن تبعث برسالة اطمئنان إلى الأشقاء الليبيين أن مصر دائما لم تخلف وعدها في الوقوف مع أشقائها العرب. نحن هنا للتضامن مع الشعب الليبي ولإرسال فكرة أن الثقافة هي الأبقى للأمة العربية، هي القاسم المشترك الأعظم.